نظم المجلس المحلي في بلدة تسيل بريف درعا الغربية حملة لا للمخدرات، والتي بدأت فعالياتها الثلاثاء في 9 آب، وشملت محاضرات توعوية وفعاليات رياضية في كرة القدم ضمن الدوري العام في محافظة درعا. وتهدف الحملة إلى توعية الشباب والأهالي لأضرار المخدرات على الأشخاص والمجتمع. وتشمل الحملة مجموعة من النشاطات الرياضية والتوعوية والطبية والدينية، وهي تحت إشراف مجلس محافظة درعا والمجلس المحلي في بلدة تسيل وعدد من الفعاليات الثورية والطبية في المحافظة. حملة لا للمخدرات برعاية المجلس المحلي لبلدة تسيل وبالتشارك مع بعض المنظمات مثل منظمة سوريا تجمعنا ومنظمة الإسعاف والإخلاء والتطوير، قامت هذه الحملة على عدة نشاطات رياضية وثقافية وصحية وغيره حسب البرنامج الذي أعلنه المجلس المحلي. الهدف من هذه الحملة القضاء على العدو الجديد الذي يريد أن ينهش في جيل الشباب من خلال هذه الحملة، حملة توعوية. هذه الحملة ستكون مستمرة، لن تقف عند هذا الحد، ولها نشاطات جديدة. هذه الحملة هي مسؤولية المجتمع للحفاظ على جيل الشباب. لاحظنا من خلال الحملة بأن هناك حضور كبير لهذه الحملة، ووجدنا هناك تغطية إعلامية من كافة المؤسسات الإعلامية. وستستمر الحملة لقرابة 40 يوما، وستشمل زيارة للمنازل وتوزيع كتيبات توعوية للأهالي بحسب المشرفين على الحملة، والذين أكدوا أن الحملة خلال الأيام الأولى لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي ودعما من قبل الفعاليات الأهلية والثورية.